كثر الحديث وبانت الأفعال وزادت الاتهامات الموجهة، وأصبح طلب الإعفاء يتوارد على الأسماع يوما بعد يوم، متهمين محافظ ذي قار بالمحاصصة وسوء الإدارة وأمور أخرى تدور في حديث مغلق داخل أروقة مبنى المحافظة وخارجها في أماكن متفق عليها على حد قول المواطنين. السياسات تؤدي إلى تخبط الوضع بالمحافظة داخل المحافظة، يعني تصير آراء غير صحيحة بالمحافظة، وسياسات تنعكس على المواطن، على عيشة المواطن، وعلى لأن المسؤول اللي يجي مسؤول يتبدل يوم وآخر بعد ما يعرف كل شيء على المحافظة، ما يعرف كل شيء، ما يعرف مثلا ايش صار بالمحافظة، ما يعرف المشاريع اللي يستلمها، ما يعرف شيء يخطط إداريا يكون ضعيف، فهذا يأثر على المواطن، طبعا يأثر على المواطن. أنا أدعو السيد المحافظ وكل الموجودين والقائمين على المحافظة وحتى أبناء المحافظة من يعني من الشباب، من الوجوه الاجتماعية، من كل الأشخاص، من أي شخص، أنه بصراحة يقف وقفة جدية وجادة حول هذه الظاهرة، وهذه ظاهرة أصبحت في العراق، ليس في المحافظة ذي قار وإنما في العراق، هي ظاهرة بيع المناصب وبيعها على الأشخاص الغير كفؤين، وأثرت، ولهذا احنا نرى العراق خلال 18 سنة متراجع ومتخلف إعماريا وثقافيا وعمليا من خلال بيع المناصب. لو كان اكو قيادة حكيمة متمكنة مهنية ما يصير بالمواطن ولا يصير، لأنه المسؤول اليوم شي يريد يتخذ مثلا من سرقة، من تزوير، من بيع مناصب، من غيرها، هو مأمن اكو حزب يسنده وما راح يتقاضى ولا راح مثلا يتحاكم، فالامور اشوفها يعني نحو الهاويه. اكو امور يعني الحقيقه الناس متشائمه، لان الوضع فوضوي والبلد شبه تايه، واللي يطلعون المسؤولين الكبار بالدوله انه واحد يطلع سلبيات الثاني بما يخص السرقه، بما يخص هواي امور. متابع للشان السياسي حذر من تراشق التهم بالفساد لانعكاساتها السلبية على أداء المؤسسات الحكومية وتراجع مستوى الخدمات المقدمة، فيما عدا خطوات بعض المسؤولين بإحالة أنفسهم إلى النزاهة حالة إيجابية. أكيد التراشق بإلقاء التهم بين المسؤولين إلى انعكاسات سلبية على المواطن، بالتالي راح يسبب خلخلة في أداء المؤسسات الحكومية وتراجع مستوى الخدمات للمواطنين، لكنه يبدو أنه خطوات بعض المسؤولين بعرض أنفسهم على النزاهة وطرح ملفات المؤسسات الحكومية على النزاهة هي خطوة إيجابية تكون مكاشفة بين المواطن وبين المسؤول، وبالتالي تزرع نوع من الطمأنينة بعد ما فقدها نتيجة السياسات السابقة. لذا على المسؤولين أن يبتعدوا عن المهاترات وعن إلقاء التهم كي يعززوا ثقة الناس بهم. بين الفينة والأخرى يتراشق المسؤولين في المحافظة بتهم فساد وتخبط في إدارة المناصب التي أصبحت تباع وتشترى بمبالغ مالية أثرت سلبا على المواطنين. من ذي قار، على الهادي، قناة الرشيد.